لأن أول ما أسسنا شركة المقاصة العقارية لنا رأس مال فيها 300,000 والناس ساهموا تمام وسددنا حصتنا احنا حق الشركة شركة الاستثمار الكويتية تمام على حسب الأصول تمام. صار رأس مال الشركة هذه 1,000,000 دينار لأن حصتنا منها احنا 30% تمام. والهيئة العامة للاستثمار حصتهم منها تقريبا فوق 30% ويبقى عندك التأمينات الاجتماعية والمغاصة وفي والاتحاد الملاك. اعتراضك اعتراضك على بيعها ليه؟ أنا ماني معترض. مال إيه؟ إيه فكرة الاعتراض؟ فكرة الاعتراض أكو ناس تداولت هي بالسوق الشركة وشرت الناس 3,000 وشرت ب4,000 وشرت ب5,000 وشرت ب9,000 تبيعها ب600؟ خلى خدمك وشروا ب9,000 انا متاكد 100% ب9,000 حتى اليوم بالذات اتصلوا فيني الناس قالوا لي يا ابو عبد الله شو السالفه هذه؟ قلت والله هذه مو بديني انا انسان الاتحاد الحين يدار من قبل ناس اخرين تمام ومع الاسف الشديد انا من الناس اللي شروا ب6,000 وغيري شروا انا اعرفهم تمام الحين اعلنوا انه يعطونا افتحوا المجال للحصص عندهم ب600 دينار ليش؟ لان هم ما كانوا يملكون حصص في الاتحاد عشان هم يملكون مجانا ب600 دينار هل يعقل هذا؟ انت تشتري انا اشتري ب9,000 وانت تشتري ب600 دينار اذا البيع لمصالح ما لحد الان ما حققت ارباح الشركه لحد الان ما زاولت عملها ولا حققت ارباح شلون تفتحها حتى الناس تتكالب عليها وتاخذ منها ما اخذت منها طب متى تحقق اهدافها المقاصه العقاريه لما تشتغل المقاصه العقاريه المغاصة العقارية أنا أقول لك تدار من قبل ناس يعني كثر خير هل أنت تعارض لأنك خارج أسوار الاتحاد في الوقت لا حشا الحالي لا أنا والله. طلبت الحقيقة السيد عبد الرحمن الحبيب رئيس الاتحاد الحالي أنا طلبت في مداخلة فمنتظرينه لو دخل يلا خرج ما فيش مشكلة احنا مستعدين بس هل أنت تتحدث وتعارض لأنك خارج أسوار لا حشا أنا مستغيل استغالة أكو واحد يفوز فيها ويطلع باستغالة طلعت باستغالة قلت أنا هنيكم وأبارك لكم ومع السلامة لأن أنا بريح نفسي هالمدة هذه ومع السلامة وبل بالعكس في الحين من جماعتي من قائمتي موجودين وياهم هم التنازع عندهم هم اللي عندهم استغالات وعندهم كل شيء أنا ما أقول شيء أنا أقول ديروا الشركة لكن ديروها بالصحيح مو تديرونها على حساب الناس الغلابة اللي شارين على 6,000 و7,000 وينتظرون أنها تشتغل المقاصة العقارية ويتكسبوا من وراها وأنتوا تيون بالتالي تطرحونها ب600 دينار تكسرون العالم انتو شو الحكي او تعملت بس كذي انتقام من الناس لا يا عم خلوها طبيعيه تبون زياده راس المال احنا نزيد راس المال احنا لما طلبتونا اعلنوا على زياده راس المال زدناها لهم ووفينا لهم وتم زياده راس المال ايه؟ لماذا نتطلع حاليا الى بيع حصص برغم البيع خطا البيع خطا هم مو بيع خطا انت التنازل حق سمسار مثلك انت ما تنازل حق انسان من برا انت انا عندي مكتب عقاري وانت عندك مكتب عقاري ومرخصين رسمي انت تنازل لي انا اخذ حصتك ولا طيب. لي الحق اني املك اكثر من 4 حصص تمام ترى يكون لعلمك تمام اول كانوا حصه واحده بالتالي قالوا بالجمعيه العموميه وقالوا ربعنا يا جماعه الخير ليش تخلونا حصه واحده احنا ناس عندنا فلوس بنشتغل بنشتري وفعلا احنا علشان نحركها لهم فتحنا لهم المجال مجلس الاداره السابق وخليناهم يمتلكون على 4 حصص وامتلكوا على 4 حصص انا واحد من الناس اللي شريت 4 حصص والله شاري على 6,000 دينار تمام الحصه الواحده هناك شكاوي من بعض الدفاتر التي تتبادل في مكاتب سماسرة العقار حينما كنت رئيس الاتحاد سماسرة العقار تحديت ورفضت ان هناك دفتر خارج اتحاد السماسرة ايه اليوم تقول ان هناك دفاتر خارج اتحاد السماسرة انا اللي اقول الحين هنا عم اقول لك وبقول لك السوق العقار يعجب الفوضى اي فوضى يعجب الفوضى يا وزيرة التجارة سوق العقار يعجب الفوضى يا أنس على مسؤوليتك على نعم مسؤوليتك نعم اف اقول لك وتباع اوراق على مسؤوليتي وانا اي اوراق تباع اي اوراق تباع ومن الدفتر شو قلت دفتر يبيعها ب 150 دينار شو الحكي من يحاسب ومن يراقب وزارة التجارة المفروض تراقب ايه الدفاتر والدلال والدخل على السوق هذول لازم يطلعون من السوق ولازم وزير التجاره يوقف مع المقاصه العقاريه حتى تنظم سوق عقارات الكويت هذا الكلام على مسؤوليتي على مسؤوليتي انا نعم اقول يا انس الصالح يا ولدي انت مثلك مثل ولدي وترى انا من الناس المؤيدين لايام من كان والكل متفائل بوجود عقليته. الكل متفائل بوجود الوزير انس الصالح نعم لانه ابن القطاع الاقتصادي نعم وابن القطاع التجاري نعم
أقول لك يا أنا أبوه والنعم وثلاثين نعم ولا خلفية طويلة بالسوق سيد خالد الصالح. خالد الصالح ولا زال عرفت أقول لك فضل علي خالد الصالح يا أخوي أنس يا ولدي أنس نظم سوق العقار نظم سوق العقار لأن سوق العقار يعجب الفوضى أنا أقول لك أي الفوضى وإذا بغيت أحط يداني بيدين حدد لي حدد لي الفوضى فوضى خير كويتيين حدد لي الفوضى يعني ملايين الدنانير يتعاملون فيها ناس غير كويتيين يا جماعة الخير سوق اقتصاد مو ربربة ثاني اقتصاد من بعد البترول عندك خبر الكويت العقار الناس بعد البترول والبورصة نعم العقار شو حكي وبالتالي يجينا واحد اللي ما تعرف بنغالية يا 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 أستاذ إبراهيم يبيعون يشترون يقول لك عندي مباشر ومع الأسف الشديد توفيق الجراح والأعضاء اللي وياه ساكتين المفروض يتدخلون ملاك العقار ويمنعون التجار انهم يتعاملون مع غير الكويتيين وغير المكاتب انت عضو اتحاد ملاك العقار وبالمناسبة انت عضو اتحاد ملاك عقار لا انا ماني عضو اتحاد ملاك عقار انا عندي ملك لكن ما دشيت وياهم بالاتحاد ولا لان الله يهنيهم احنا نقول يا توفيق الجراح بصفتك كرئيس ويا قيس الغانم ويا الجماعه اللي موجودين كلكم احموا سوق العقار من الدخلة وضبطوا وحطوا هناك ابو عبد الله في خليك معي وبعد انا ببارك انا حق سباسه العقار ترى يكون علمك ابيك تعدلها ترى انتهى الموضوع الحين مو تسميهم سمسار عقار وسيط وسيط عقاري معك الاوراق معك الاوراق مالك شغل خلاص لا 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 ماليش ماني شغل انقلها مني ما عندي انقلها عنك معك اوراق نسيتها والله انقلها عني وافقوا له تصريح من السيد محمد تصريح من السيد محمد الهجري رئيس اتحاد سماسرة العقار سابقا اصبح الاتحاد او مسمى الاتحاد الجديد وسطاء العقار وليس سماسرة وهنيكم العقار. وان شاء الله بعد المغر ان شاء الله هم بيكم لان انا ما تركت الاتحاد الا كل بصماتي حاطها فيه طيب النهارده في ارقام ما تفسيرك للارقام الذي تصدر عن الشقق والبنايات الخالية في حولي والسلمية وغيره 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 وأصبحت الأرقام غير حقيقية مثل إيش؟ لماذا؟ مثل إيش؟ يعني النهاردة الإحصائيات في عدد الشقق الموجودة في القطاع الساكن والقطاع التجاري أرقام متضاربة تصدر من كم جهة؟ يا جماعة الخير ترى ناس واجد تدور تشتري شقق ناس واجد اليوم الحين قبل أجيك أنا بنص ساعة والله دق تلفون عندي بالبيت دق التلفون النقال يطلبون شقتين أجار واحد كويتي قلت له والله إحنا مكتبنا ما يأجر إحنا ما نأجر شغال فعلًا إحنا ما طب اديني في حصاد الأسبوع إحصاء عن القطاع العقاري خلال الأسبوع الماضي إحنا مكتبي أنا لا مو مكتبك أنا بتكلم بشكل أنا عام أنا لا أسوق لمكتبك لا لا أبو عبد الله أنا مكتبي أنا كلمة أنا لا أسوق لمكتبك لا تسوق أنا حسستني على سوق العقار الكويتي يقولون السوق نايم في حركة السوق أنا مكتبي بروحه الشهر هذا اليوم كم التاريخ 15 والله بايعين أربع بيعات بالعافية عليك أنا أحدثك على سوق القطاع العقاري العقار الكويتي الاستثماري والتجاري والسكني والمخازن تحسن نعم أي القطاعات أقصر القصائم السكنية قصائم السكنية نعم والاستثمار يدورونا مو لاقينا ب9% هل المحفظة ونص. المحفظة المليارية كما ادعى البعض أو قال البعض أن المحفظة المليارية تحرك السوق التجاري فعلا حركت السوق التجاري ولا حد لا ما جت صوبنا لكن يا صوب غيرنا بس أنا عندي صوب أي صوب غيرك أنا عندي كلامك فيه نبذة صوب غيرك يعني راحت لمتنفذين ما أدري راحت لهوامير راحت لأصحاب مصالح بالزاوية لا لا خليني بخلي أنا قاعد المشاهد يحكم أنا عندي صوب ما جت صوبي راحت صوب آخرين ان عندي صوبة انا الحين الحين 9,300,000 عندي صوبة الحين ورايها يقول لا زيدوا لما يصير توصلون النص تعالوا حاجه طب قطاع المخازن ما زال متاثرا وشركات بسيطه متحكمه فيها اذا كان اليوم ضراب السيارات على الجمارك كلها واقفه برا ايش تبي المخازن ماكو ما لازم يصير في مخازن ضراب الجمارك ما هذا صحيح ما ندري ابو عبد الله من المضرر من الجمارك تذكره الحدود اخذك بعيد عن القطاع العقاري على الثروه السمكيه الثروه السمكيه نفتح الظرف لا الثروه السمكيه اي الزراعه هيئه الزراعه انا اقول لك الثروة السمكية بالنسبة لي أنا أكلمك كثر خيرهم أنا أقول لك إياها بكل صدق وأمانة أنا عندي أزرع البلطي بمزرعتي في العبدلي ويطلعون كشف يطلعون كشف ويطالعون السمة وكل شيء وأهم بروحهم زادوا لي الدعم والله ما تكلمت مع أي مخلوق على وجه الأرض
هم قالوا لعمي شباب صغار لطيفين جدا يطلون بالحواض وكل شيء، قالوا احنا بنزيد لك الدعم لان انت عندك 17 حوض. قلت مشكورين كثر خيرك، وفعلا قالوا وفوا. دقوا لي مره تليفون وقالوا في مشاكل، في مشاكل خليك معي خلينا بس خلنا اتواصل لان الوقت الوقت يهمني. اعطني وقتي انت عيبك انك صادر حقي. انا صادر حقك يا عبد الله. خل عافي عليك، خل واصل. ما يقدر عليك حد يصادر. طرشوا علي والله، طرشت لهم السياره بالوفره واعطوا لي سمك 900 سمكه صغار. قالوا هذا بلطي امريكي وزرعناه عندنا ومشى ناجح والله. ما ماتت منه واحده. تمام، كثر خيرهم. بقينا في الشيء الثاني، انا عايز افتح الزرع اللي قاعده تكافئنا فيه هيئه الزراعه مع الاسف الشديد. تمام، على التطنطل بالجرايد الحين انه بيزيدون علينا الاشتراك. بيسوون اشتراك الغسيمه ال 100,000 متر 600 دينار. يا جماعه الخير احنا نزرع. هل الزياده بقرار والله بشخصانيه؟ احنا نقول هم حاطين القرار كذا وقرار كذا بالجرايد الرسميه. تمام، والله مع الاسف نسيت كل شيء انا بالبيت، انت دوداتني وجيت مستعجل لما دقيت التليفون. زين انت ب 600 دينار، انا مزرعتي 500,000 متر. لما ندفع لك انا بالسنه 3,000 دينار شنو حصل انا؟ اخم ذهب؟ تمام، انا ما اخم ذهب، انا انسان زراع ابيع الخضره ترى على 50 فلس و150 فلس و200 فلس وربع دينار. تمام، عدل ولا انا ما احصل من وراك شيء وانت تجي تحط علي 600 دينار. زين هذا واحد. تمام، اثنين تجي وزاره الشؤون والداخليه وتوقف العماله، ما تجيب عماله. زين احنا ما عندنا عماله، انا عمالتي من كانوا 40 عامل الى الحين 23 او 22. زين ما عندي عماله، شو اوفي؟ ما اوفي بالزراعه. انا مع العلم زارع مزرعتي 95% من الزراعه، هذه مكافاتكم لي بدل ما تقول انت تشجع الثروه. السؤال المهم هنا بعض. لا لحظه، خليك اسمعني بس، احنا موجوعين. اسمعني، المحكمه ليس ملك القاضي، لا في محامين. وعبد الله يعني السؤال هنا مهم. السؤال هنا مهم، هل تحرك احد المسؤولين لتكريم الناس الزراع يعني الجادين؟ ابدا والله ما شفنا شيء، وانا احمل المسؤول. هناك دعم، هناك دعم حكومي. وانا اقول لك على هالكلام، هل هناك دعم حكومي للزراعه؟ سلسله العقائد ابو عبد الله، هناك دعم حكومي للزراعه؟ هناك دعم حكومي للزراعه؟ دعم حكومي بالقطاره. زين بالقطاره ياتي احسن من لا ياتي. اي طبعا اكيد. تمام، لكن مع الاسف المفروض اتحاد الزراعه عدل يتحرك. لا عمال تقدر تجيب، لا معامله طيبه مع وزاره، مع هيئه الزراعه، لا شيء، لا شيء ابدا، لا مبيدات كافيه للحشرات ابدا، كلنا احنا نتحملها. وبعدين البذور صعدت اسعارها، ان كنا نشتري بذر مثلا الخيار ب 15 دينار الحين نشتري ب 50 دينار و 100 دينار. وانت تجي بالتالي تحط علي مصاريف. طيب انت متخوف من زياده الاسعار السلع في داخل الكويت التي تحدث تضخم؟ إذا وزارة التجارة جادة تراقبهم مضبوط الأسعار ما ولكن مع الأسف إذا تركوا هالشكل التاجر الكويتي جيد. تمام، يبي فلوس. وأنا واحد وأنت واحد، إذا بغينا إذا والمواطن اللي والمواطن محتاج، المواطن بيستهلك طبعا، والحكومة مسكينة قاعد تدفع زيادة بالرواتب والدعم. وبعدين لمتى؟ سوف يحدث تضخم. مو خوفك في يوم من الأيام تطلع اشياء، اقتراحات جديده، اشياء طيب وايد، يوقف النفط عندك يعني انت شو تسوي؟ تترجع انت في مزارع حدوديه. ايه، والمزارع الحدوديه تحتاج الى خدمات قريبه منها، هل بالفعل هناك خدمات او ما هناك قصور؟ في خدمات يعني كافيه، لان في مستوصف، في فرع كهرباء، في الشغلات هذه، في جمعيه تعاونيه غير مكتمله، لان تعرف حاطين على مستوى العمال، مو يعني اذا طلعنا احنا بالربع نحتار ال 15 يوم هذه نحتار، لان ما لنا جد المواد الغذائيه الكافيه اللي احنا نحتاجها ككويتيين، نلقاها حق الجماعه الثانيه، نلقاها نجيب ويانا من الكويت مو مشكله. انما نحن في حاجه لزياده الخدمات. طبعا اوف، بحاجه لزياده الخدمات، بحاجه كل شيء. بعدين مثل هذا محطه البنزين قالوا لك اعطوها خصخصوها، ايش قدمت لك خدمه؟ هذه نفس الشيء، توقف وتصب البنزين وتمشي، شفت شيء؟ تمام، ماكو شيء. المفروض يقدموا لك الفرق خدمه. الفرق ان انت بتدفع للي واقف على البنزيمه، ما بتدفعش لل بس، هذا هو بالضبط. عدل وعبد الله، يعني دايما لقائك الحقيقه بيسري، الحصاد الاقتصادي وبرنامج دينار واستثمار. في النهايه عايز اسال سؤال مهم جدا، انت ترى بالفعل
أن وزارة التجارة أخذت شكل مختلف عن سابقه الحين؟ وأنت كنت دائما ترمي بالتهم وتصارع مع الوزيرة أماني بروسلي. لا حشاء.